بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على الأثراء. نواصل معكم هذه اللقاءات مع ضيوفنا الكرام وحديثنا إن شاء الله عن مواضيع متنوعة في هذا البرنامج. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حديثنا عن خطورة الكسب الحرام، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والإنسان يجب عليه أن يتحرى دائما الكسب الطيب الحلال. كل ذلك إن شاء الله سوف نتعرف عليه مع ضيفي الفاضل فضيلة الشيخ حسين المويزري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. شيخ حسين حياك الله معنا وسعداء بلقائك. يا مرحبا فيك، الله يحييك. حياك الله شيخ حسين. إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فبدنا نتكلم عن يعني هذا الموضوع شيخ حسين، ولماذا يعني الكسب الحرام خطير على الإنسان، يجب الإنسان أن يتحرى ويبتعد عن ذلك الأمر سبحان الله. الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام لحكمة بالغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة خالصة لوجهه الكريم. اللهم جزاك خير. أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله تعالى أحل الحلال وبينه، وحرم الحرام وعينه، وبين سبحانه وتعالى المكاسب الحلال وهي كثيرة، وأحلها لعباده، وحرم أمورا وهي قليلة لحكمة بالغة بينها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر العباد بأن يأكلوا من الطيبات. وقبل ذلك أمر المرسلين وهم أفضل الناس وأفضل الخلق، أمرهم أن يأكلوا الحلال من الرزق الطيب الحلال، ونهاهم عن أكل الحرام. وكذلك أمر بعدهم المؤمنين وهم أفضل الناس بعد الرسل بأن يأكلوا من الطيبات وأن يجتنبوا المحرمات. فالله أحل التجارات وحرم الأمور الباطلة في البيوع المحرمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي من الربا أو من القمار أو من النجش أو من العينة أو من أنواع البيوع المحرمة والمكاسب المحرمة من سرقة وغير ذلك. قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي أن الله أحل للناس أن يأكل من مال أخيه بالحلال وهو بالتجارة، وأجاز للآخر أن يشتري وأن يربح بهذه التجارة وأن يستفيد منها، فالله أحل التجارة. هذا مقصد الشيخ حسين من قوله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني في خلال تعاملكم بينكم سبحانه. نعم، هذه وقفة. نعم. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالله رحيم بعباده، يحرم الشيء لحكمة يعلمها جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي أن الله منزه عن النقائص والعيوب، وأنه متصف بالكمال بذاته وصفاته، ولا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الرزق أو من الأعمال أو من الصدقات إلا ما كان طيبا صالحا، أما الحرام فإن الله تعالى لا يقبله. فقال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي أن الله أمر المرسلين قبل المؤمنين. بماذا؟ قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الرسل
كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، أي أن الله تعالى أمرهم بأكل الطيبات. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أي أمر عباده بأن يأكلوا من الرزق الطيب الحلال وأن يشكروا نعمة الله عز وجل. وشكر النعمة أيها الإخوة يكون بثلاثة أركان: الأول أن يعترف بلسانه وأن ينسب هذه النعمة إلى الله عز وجل بلسانه، وأن يذكر نعم الله أن الله رزقنا كذا وكذا وكذا، هذه تكون باللسان. والثاني وهي تكون بالقلب، أن يعتقد أنها من الله وأن ينسبها إلى الله، لا أن ينسبها إلى غيره، أن يقول المال هذا ورثته بكذا وبسبب جهدي يعني وذكاء أحسنت، إنما ينسب الفضل إلى الله جل وعلا. والثالث أن يستعمل هذه النعمة بطاعة الله عز وجل، هذه تكون شكر النعمة. وكفر النعمة ضد ذلك، أن يقول بلسانه يتذمر، يقول نحن في يعني يذم نعمة الله التي أنعمها عليه، ويكون ذلك الشكر باللسان عندما ينظر المرء إلى من هو دونه. صحيح. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وأخبرنا أن ننظر إلى من هو دوننا في الأكل ودوننا في يعني النعمة، لكي لا نزدري نعمة الله علينا، لا ننظر إلى من هو أعلنا، لكي نعرف نعمة الله سبحانه. نعم، أحرى أن نعرف نعمة الله التي أنعمها علينا فنذكرها باللسان. فإذا تذمرنا وقلنا نحن في كذا وكذا والله أنعم علينا، هذا من كفر النعمة. وكذلك أن ينسوا أن يعتقد أنها يعني ليست من الله من غيره كما ذكرنا، هذا من كفر النعمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصبح، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، فينسب ويعتقد أن هذه من الله عز وجل. الثالث أن يصرفها في طاعة الله، فإذا صرفها في معصية الله كانت كفرا لنعمة الله. والله يقول وأما بنعمة ربك فحدث، أي يتحدث، وهذه عبادة يغفل عنها كثير من الناس، أن يجلس مع أخيه ويقول أنا بنعمة كذا وكذا وكذا، يعدد النعمة، ونعم الله تعد لكن لا تحصى، كثيرة نعم الله علينا. ف بيّن الله تعالى في هذه الآية أن يشكر المرء الله عز وجل، فيتحرى الرزق الحلال ويجتنب الحرام. ومن علامات الساعة وهي التي ظهرت الآن أن يجمع المرء المال وأن يكسب المال وأن يحصل المال، لكن لا يلتفت أمن حلال أم من حرام، وهذا بيّنه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين كسب المال، وفي رواية من ما أخذ، لا يبالي المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام، أي لا يهمه هذا هل المال من حلال أم من حرام، المهم أن يجمع، وغايته جمع المال وكسب المال، وهذه علامات ساعة. نعم، ولا يلتفت إليه، وهذا ينبغي على المرء أن يتحرى الرزق الحلال. صحيح. وأن ينظر في هذا المال هل له حق به أو أن هذا المال ليس له حق به. طيب شيخ حسين، يعني بما أن اليوم حلقتنا عن أن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، وأيضا كما تفضلت في هذه المقدمة جزاك الله خير عن الكسب الحرام، شيخ حسين لو يعني شيخ حسين وضحنا للمشاهد الكريم ما المقصود بالكسب الحرام. يعني الإنسان قد يأتي في باله أن الكسب الحرام فقط أني مثلا يعني خلينا نقول بلهجتنا كما أنصب على الناس، مثلا أخذ المال بغير وجه حق، لا شك أن صورة كثيرة يعني هذا الكسب الحرام شيخ حسين، أكيد يعني في التعاملات المالية. نعم، كسب الحرام له صور كثيرة، ولكن قبل ذلك
ينبغي علينا أن نعرف خطورة المال الحرام. خطورته. نعم، خطورة المال الحرام. نعم. لأن بعض الناس يسمع الكسب الحرام نوع البيع كذا وكذا فهو حرام، لكن لا يعرف ما خطورة الكسب الحرام. تفضل. نعم. طبعا شيخ حسين، أكيد يعني الكسب الحرام يعني أيضا يدخل فيه مثلا الإنسان لا يتقن عمله مثلا في وظيفته أو دوام مثلا ويأخذ هذا الراتب، يعتبر يعني يدخل في الباب والله، يعني يحذر من ذلك أكيد. نعم، يجتنب مثلا الأمور، مثلا يترك العمل ويخرج من العمل. نعم. هذا يدخل في الكسب الحرام. إذن شيخ حسين، إن شاء الله نأخذ هذا الفاصل بإذن الله ثم نواصل معك إن شاء الله ما تبقى من هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل. نعم. إذن أحبتنا الكرام، فاصل وراجع لكم إن شاء الله في هذا البرنامج وهذه الحلقة عن الكسب الحرام وأيضا الكسب الطيب. إذن فاصل وراجع لكم، خلكم معنا. وصف الله بالطيب، والطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النواقص والعيوب كلها. ومن أثر تلك الصفة أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طاهرا من المفسدات كلها، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. فإن الطيب يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، كقوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقد وصف الله سبحانه المؤمنين بالطيب، فقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، وهذه الطيبات كلها يقبلها الله تعالى. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على الثراء، ورحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ حسين المويزري الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله شيخ حسين من جديد. الله شيخ حسين، مثل ما وعدنا أحبتنا مشاهدي الكرام قبل هذا الفاصل، حديث عن خطورة أكل الحرام مثل ما تفضلت شيخ حسين، وموضوع الإنسان يجب أن يتنبه منه لأن يترتب عليها أمور خطيرة، الله المستعان. نعم. نعم، خطورة أكل الحرام ينبغي على المرء أن يعلم أن الله لا يستجيب دعاءه، والمرء مفتقر إلى الله عز وجل، يصيبه المرض، يصيبه الفقر، يحتاج إلى رفع هذا المرض والفقر، يحتاج إلى نزول المطر، يحتاج إلى نزول الخير له، الشفاء، فهو مفتقر إلى الله. فكيف يكسب هذا الحرام ويريد أن يستجيب الله دعوته؟ فمن موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، كما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. انظر إلى هذه الأمور، يطيل السفر، والسفر من مواطن استجابة الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة المظلوم من حديث أنس رضي الله عنه. والسفر من مواطن استجابة الدعاء، وأشعث، وعندنا متحقق في هذا. نعم. وأشعث. نعم. وأغبر، أي هيئته أشعث، لم يرجل الشعر، يمشط الشعر، وأغبر جسده، أي في حالة ذليلة وافتقار. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، دليل على أن الله في السماء سبحانه وتعالى، مستو على عرشه، بائن من خلقه جل وعلا، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. أي يدعو الله بالتجاء وتضرع. ولكن ما المانع من استجابة الدعاء؟ أن الله حري أن لا يستجيب دعاءه؟ قال
المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. أي أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام وغذي بالحرام وملبسه حرام. قال فأنى يستجاب لذلك، وفي رواية فأنى يستجاب له، هذا في صحيح مسلم، أي حري أن الله لا يستجيب دعاءه. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله يستجيب دعاءه. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تستجاب الدعوة، اجعل طعامك ورزقك حلال يستجيب الله دعائك. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كذلك، فإنه كما في صحيح البخاري ومسلم دعا على رجل ظلمه، دعا عليه فاستجاب الله دعاءه، دعا على أبي سعدة فاستجاب الله دعاءه، ودعا على رجل آخر سب أحد الصحابة فاستجاب الله دعاءه. كان سعد مستجاب الدعوة. إذن أمر خطير شيخ حسين، أكل مال حرام، الله المستعان، أمر خطير. نعم، أن الدعاء لا يستجاب، الله المستعان. كذلك أنه يكون من أهل النار، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت وهو في البخاري، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون أي يأكل من هذا المال ويصرف هذا المال مال المسلمين دون يعني النظر إلى حرمته، فلهم، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار يوم القيامة. وعلينا أن ننظر إلى هذه القصة الجميلة التي حصلت لأبي بكر رضي الله عنه الصديق، لما جاءه الغلام بطعام فأكله رضي الله عنه، فلما أكل حدث هذا الغلام، حدث أبي بكر فقال له أتدري من أين حصلت على هذا المال أو هذا الطعام، من أين كسبته؟ قال تكهنت في الجاهلية، أي ادعيت الكهانة، كذبت في ذلك وحصلت هذا الطعام. فوضع يده أبو بكر في فمه ثم استقى أخرج هذا الطعام حين علم أنه مال حرام. نعم، لما علم أنه حرام ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، أي الجسد الذي يبنى من الحرام فالنار أولى به. وبينا كما في هذه القصة أنه لو كان إخراج الروح لأخرجتها، أي مبينا حرمة هذا المال الحرام. والمال الحرام من صوره أن يأكل مال اليتامى، هذه من صور، هندخل في صور. نعم، البيوع المحرم يا شيخ حسين. لا، الصور نؤخرها. نعم، لكن نبين من خطورتها. خطورة هذه الصور. نعم، أن يأكل مال اليتيم خطورتها. نعم، واليتيم من هو؟ من فقد والده وهو دون سن البلوغ يسمى يتيما. نعم، ومن فقد والدته وهو دون سن البلوغ يسمى عجي. ومن فقد والديه دون سن البلوغ يسمى لطيما، كأنما لطم في هذه يعني البلاء. وهذا اليتيم. نعم، الذي دون سن البلوغ، أما بعد سن البلوغ لا يسمى يتيم. نعم، فما فقد والده دون سن البلوغ الذي يدير الأموال هذا يكون مسؤولا على اليتيم، فينبغي عليه أن يصرف هذه الأموال فيما يحتاجه هذا اليتيم. ولا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم ظلما، فإن الله توعده بالنار يوم القيامة، تصلاه النار ويأكل من النار في بطنه عقابا لما صنع، ويكون وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وعيد خاص شيخ حسين. نعم، سبحان الله. يأكل النار وتصلاه النار.
كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي سبع أمور من كبائر الذنوب، موبقات أي مهلكات. فذكر منها قال: وأكل مال اليتيم. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، أن يأكل المرء مال اليتيم. وكبائر الذنوب لا تكفرها الصلوات الخمس، ولا الجمعة إلى الجمعة، ولا رمضان إلى رمضان، ولا الحج ولا العمرة. هذه تكفر الصغائر. أما الكبائر لا بد أن يقلع عنها وأن يرجع يعني هذا المال إلى أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات ما بينهن، لكن بشرط، قال: ما اجتنبت الكبائر. أي لا بد أن يقلع عن الكبائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن شيخ حسين، فعلا يعني الموضوع يحتاج الإنسان أن يتنبه منه، الموضوع ليس بالسهل، الله المستعان. لكن إحنا إن شاء الله نكمل معك الموضوع الشيخ حسين إذا سمحت، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. تفضل. إذن أحبتنا فاصل وراجع لكم في برنامجكم لقاء على الأثراء، ابقوا معنا، راجع لكم إن شاء الله. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا معكم في هذه الحلقة من برنامجكم لقاء على الأثراء عن موضوع إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وعن أيضا خطورة أكل المال الحرام مع ضيفي الفاضل الشيخ حسين المويزري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله شيخ حسين من جديد. يا مرحبا فيك شيخ حسين. نكمل معك يعني هذا الكلام عن خطورة أكل المال الحرام. شيخ حسين بارك الله فيك، من خطورة أكل الحرام أن هناك دعوات يعاقب، هناك أمور يعاقب عليها الإنسان في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. فأكل مال الحرام يعاقب عليه المرء في الدنيا، ويعاقب عليه في القبر، ويعاقب عليه في الآخرة، كما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق في الدنيا. نعم. وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع. البغي أي الظلم، يعجل الله عقاب المرء في الدنيا، وكذلك عقوق الوالدين. والظلم ظلمات يوم القيامة، وإذا ظلم الإنسان الآخر فدعا عليه الآخر فإن دعاه مستجاب، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ومن وصيته في آخرها قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله يستجيب دعوته، وفي رواية ولو كان فاجرا، وفي رواية ولو كان كافرا، فإذا دعا عليك هذا المظلوم يستجيب الله دعاءه. وهذا تراه في الدنيا قبل آخر الله. نعم. يعجل الله هذه العقوبة في الدنيا. سواء أكل هذا المال الحرام من بيع، أكل هذا المال الحرام من غيره، من أراضي، من أمور محرمة. فإن هذا المظلوم إذا دعا عليك فإن الله يستجيب دعوته ويعجل هذه العقوبة في الدنيا. كذلك من عقوباتك للحرام وهي خطيرة أن يأكل الإنسان من هذه الأراضي، أي يأخذ قطع الأرض بأمر محرم غير مشروع ويبني في هذه الأرض، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شبرا، شبرا حتى الشبر. نعم. فماذا يكون عقابه؟ أن يطوقه الله يوم القيامة بسبع أراضين، فالسماوات سبع سماوات، والأراضين سبع أراضين، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهذه الأرض الذي أخذها بالأعلى فتحتها سبع أراضين، هذا سواء شبر أو أكثر من ذلك، يطوق على رقبته يوم القيامة، عقوبة له، تثقله ويفتضح أمام الناس، الملأ ينظرون إليه وهو مطوق لهذه الأرض والذي أخذها ظلما
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيضا من كبائر الذنوب. نعم. لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات وذكر منها لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض أي مراسيم الأرض. نعم. أخذ من هذه الأراضي بالأمور غير المشروع المحرمة فإن الله تعالى يطوقه يوم القيامة ويكون وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. فهذه عقوبات خطيرة تحصل للمرء في الدنيا، والعقوبات بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، منها أيضا أنه ينبغي علينا أن ينهى المرء الآخر، لا يقول ليس لي علاقة، إنما ينكر عليه يقول يا فلان فإن هذا محرم، حتى لا يسلط الله تعالى علينا هذه الأوباء وهذه الوباء والأمراض، لأن إذا دعونا ولم ننكر هذه المنكرات فلا يستجيب الله لنا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا من عنده ثم تدعونا فلا يستجاب لكم. إذن شيخ حسين فعلا يعني جزاك الله خير، فعلا يعني أمر خطير الإنسان يجب أن يستهين فيه شيخ حسين، وخصوصا من كلامك ذكرت شيخ بارك الله فيك أن يعني أكل مال يتيم وأيضا يعني الاستيلاء لو على شبر من الأراضي غير يعني مشروع لك هذه من كبائر الذنوب، وهذا أمر الله المستعان أمر خطير شيخ حسين، يعني جزاك الله خير. شيخ حسين أيضا لو تكلمنا عن يعني صور أخرى من صور البيوع المحرمة بارك الله فيك. نعم، الأصل في البيع نعم. والشراء وهو الإباحة، الإباحة والصحة. نعم. ما لم يرد دليل من القرآن أو السنة يبين الحظر والفساد. فالحلال الحمد لله كثير، الحمد لله، ولكن الحرام وهو مقيد ومبين بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى فيه آيات وصور تبين هذه يعني البيوع المحرمة. والبيوع المحرمة بيّنها أهل العلم في كتب الفقه، في كتاب البيوع بيّنوا البيوع المنهي عنها. من البيوع المنهي عنها وهو بيع النجش، والنجش وله أنواع، والنجش مأخوذ ممن يحتال على الصيد ليأخذه، كما بيّن أهل اللغة قالوا يتختل للصيد أي يحتال عليه، ومنه ينجش الصيد أي يحتال ليحصل على هذا الصيد. ومن صوره أن يتفق البائع مع رجل آخر ليزيد في ثمن السلعة ولا يريد الشراء، فهذه محرمة وهذا من النجش، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. فهذه صورة من صوره، يأتي رجل فيزيد في ثمن السلعة ويتفق مع البائع فهنا يفسد هذا البيع وهو محرم. ومن البيوع كذلك المحرمة بيع العينة، وهو أن يأتي شخص يريد مال من شخص آخر فيقول له هذا الشخص الآخر كم تريد، فيقول مثلا 7,000، فيقول أعطيك هذه السلعة تشتريها مني 10,000 على أن تعطيني هذا المبلغ بعد شهر، ثم يأخذها هذا الرجل ثم يقول أبيعها لك أي عين السلعة نقدا 7,000. نعم، فيأخذ 7,000 نقدا وهذا يريد منه كم؟ 3,000 بقي. نعم، 3,000. هذه 3,000 هذه محرمة، وهذه هو ربا، ولكن احتال ووضع عين، فلذلك سمي العينة لعين السلعة هذه. وكذلك قيل أيضا عينة لأنه يعطي عينا نقدا وهذا محرم. يعني شيخ حسين يعني حاجة إلى 7,000 لكن يقول لك أعطني 7 بـ10، يعني هو نعم بدل أن يقول أعطيك 7,000 وترجع لـ10,000 أنت اشتريت 7 بـ10 اشتريت نعم يقول
أعطيك هذه السلعة ب7000 نقدا، نعم، وأعطيك هذه السلعة يعني يشتريها من نقدا، يشتريها من يعني هذه السلعة 10000 على أن يعطيها 10 بعد شهر. نعم واضح. يؤجل هذا يعني المبلغ ويعطيه هذا البائع، يعني هذا الرجل يشتري من هذه السلعة بكم؟ قلنا بسبعة. بسبعة نعم. يعطيه نقدا. فيطلب هذا الرجل 3000. واضح. وهي ربا. وهي صحيح. عينة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع وهو بيع العينة. نعم. وبين أن الذي يبيع بهذه العينة ينزل الله تعالى عليه الذل حتى يرجع إلى دينه. نعم. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند أبي داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع أي التفتتم إلى الدنيا وتركتم الآخرة وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه يعني من البيوع المحرمة وهو بيع العينة. نعم. كذلك نعم. من البيوع نعم. المحرمة. سيدة تسمح لي نكمل معك إن شاء الله، يعني هذا البيوع المحرمة إن شاء الله كان عندنا فاصل إن شاء الله تعالى. تفضل. بارك الله فيك. إذا أحبتنا مشاهدي برنامج لقاء الأثراء نكون معكم إن شاء الله مع ضيف الفاضل الشيخ حسين الموزري، ما تبقى إن شاء الله من هذه الحلقة عن البيوع المحرمة وأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن وقفة إن شاء الله وراجع لكم، خلكم معنا. طلب الرزق والانتفاع بالطيبات من سنن المرسلين والصالحين، لقوله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأن التقرب إلى الله بالعزوف عن الطيبات وترك التكسب من الرهبانية التي ما أنزل الله بها من سلطان من الأديان السابقة وقد ورثها عنهم في هذه الأمة المتصوفة الذين تركوا التكسب والمباحات وتواكلوا فخالفوا الشرع وخرجوا عن جادة السنة، وقد ذم مسلكهم أئمة السنة، وهذا من الغلو وليس من الزهد المشروع. وفي الصحيحين أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على ثراء، نكمل هذا الحوار وهذا اللقاء عن البيوع المحرم والكسب الطيب، وإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة عز وجل، مع ضيف الفاضل الشيخ حسين المويزري اليوم الخطيب في وزارة الأوقاف. حياك الله شيخ حسين من جديد. شيخ حسين قبل الفاصل تكلمنا عن بعض صور البيوع المحرم وذكرت يعني نوعين من هذه البيوع، نكمل معك إن شاء الله الصور الأخرى. شيخ حسين من البيوع المحرم أن يبيع المرء أو يشتري عند أذان الجمعة أذان الخطبة الثاني، هذا محرم. فإلا لرجل لا تجب عليه الجمعة، كان يكون مسافرا، أو المرأة لا تجب عليه صلاة الجمعة، فيجوز له البيع والشراء على من مثله، لما قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع. وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم التحريم في ذلك. وأيضا من البيوع المحرمة أن يبيع المرء على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه. ك
كأن يأتي شخص ويشتري هذه السلعة من صاحب محل بتسع دنانير. نعم. فيأتي جار المحل أو شخص آخر فيقول اترك هذه السلعة وأبيعها لك بأقل ثمن. أه. فهذا يعني باع على بيع أخيه. كذلك الشراء على شراء أخيه. نعم. أن يأتي شخص إلى صاحب محل ويقول أشتري منك هذه السلعة بعشرة دنانير. نعم. فيبيعها ثم يأتي آخر ويقول آخذها منك أشتريها بزيادة. يعني ويبطل هذا البيع. هذا الشراء على شراء أخيك أو البيع على بيع أخيك. نعم. هذه من الأمور المحرمة. نعم. كذلك من الأمور المحرمة. نعم. بيع الغرر. الغرر. نعم. نعم. أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه. أو يبيع ما في البحر من سمك أو يبيع ما في بطن هذه الدابة. والسبب التحريم أن يحصل شحناء. لأن المرء لا يعلم. نعم. يعني ما الذي يحصل بعد ذلك. صحيح. فلذلك الشرع حرم هذا البيع الغرر. كذلك الربا وهو من البيوع المحرمة. نعم. كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن صورها المشهورة يعني أن يأخذ مثلا عشرة دنانير ويرجعها إليه بزيادة. نعم. بزيادة منفعة سواء مبلغ زيادة أو سواء منفعة يقول ولكن أعطيك هذه العشرة ترجعها لي مع أن توصل الأبناء إلى المدرسة أو كذا أي منفعة. فهذه المنفعة هي ربا. والله بيّن في كتابه خطورة الربا. الذين يأكلون الربا إنما يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإذا لم يتب المرء من هذا الربا فإنه يعاديها الله عز وجل. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن الذي ينصرك إذا كان الله ورسوله هو الذي يعاديك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال درهم ربا. درهم واحد ربا يأخذه المرء عن علم بهذا الربا أعظم عند الله من 36 زنية. الله أكبر. درهم واحد. نعم. وهذا الحديث صححه الألباني. فينبغي للمرء أن يحذر الربا. والنصوص في ذلك كثيرة وهو من السبع الموبقات أي المهلكات. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قال وأكل الربا. فينبغي للمرء أن يحرص على الكسب الحلال وأن يجتنب الكسب المحرم من الصور التي ذكرنا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه نهى عن الخمر وبين حرمة هذه الخمر وما يؤدي للمرء من ضرر عليه. فهذه البيوع ينبغي للمرء أن يتوب منها. والتوبة إن كان هذا المال حصل عليه من سرقة أو غصب أو غير ذلك لا من الأمور التي تتعلق بالآخرين عليه أن يرجع هذا المال إلى أهله. وهذا شخصين ما يعني السؤال مهم ماذا تقول أو ماذا نقول لمن يعني أكل مال حرام الله المستعان ويعني أراد الآن التوبة. هذا فعلا هذه الإجابة عليه إن شاء الله. نعم. نعم. التوبة بابها مفتوح. نعم. يتوب المرء من الذنوب والمعاصي. نعم. ويتوب من أكل الحرام. فإذا تاب من أكل الحرام وكان متعلق للآخرين يرجع المال إلى الآخرين. يجب أن يرجعه. نعم يجب عليه لأنه متعلق للآخرين. حقوق الآخرين. وإذا لم يجد الآخرين يتصدق به نية عنهم. فإذا رجع الآخر يرجع إليه المال وتكون هذه الصدقة له أجرها. وأما إذا كان هذا المال يعني هو الذي حصل عليه من أمور محرمة فعليه أن يتوب إلى الله وأن يخرجها للفقراء والمساكين لا صدقة إنما من باب أن يذهب هذا المال عنه. أي لا صدقة إنما ليبرأ من هذا المال. طيب شيخ بالنسبة يعني لمن أكل هذا المال يعني الآن ما تضلت الباب موجود التوبة. نعم التوبة تجب ما قبلها. نعم. إذا الشرك يغفره الله إذا تاب منه المرء. نعم. فكيف بهذه المكاسب. فهكذا يصنع المرء. وأما من مات وعليه يعني أموال حرام. فعلى يعني ورثته أو على ما أقاربه أن يتصدقوا عنه. نعم. وأن يحرصوا على تخلية هذا المال الحرام.
فالمرء إذا أتى إلى هذه القبور ونظر إليها عليه أن يتعظ، ينظر إلى القبور، إلى الغني والفقير، إلى يعني من وقع بالذنوب وإلى الصالح، فيأتي إلى هذه القبور. نعم، ما ينفع المرء خرج من هذه الدنيا ليس معه شيء، ثم يخرج من هذه الدنيا ليس معه شيء، في كفن يوضع في هذا القبر. اللهم استعان. أقول لك يا شيخ حسين، جزاك الله خير على الحلقة وبارك الله فيك، ونفعنا الله إن شاء الله تعالى بكل ما ذكرت إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وفيك بارك. حياك الله. أيضا شكر موصول لكم أحبتنا مشاهدي برنامج لقاء العثراء، نشكركم على طيب المتابعة، وإن شاء الله نلتقيكم في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.